بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب، يا اولى ثانوي، يا ابطال، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، او كل عام وانتم بخير. هي ورمضان كريم يا شباب، عليكم وعلى كل صحابكم وزمايلكم واحبابكم واهاليكم وكل الناس اللي بتحبوهم، اللهم امين. يعني عايزين كده نعيشكم في اجواء رمضان كده، في فانوس وفي زينة فوق وبتاع. نعم مش باين قوي بس قشطة، يعني احنا عاملين حسابنا يعني على الزينة. فان شاء الله يا جماعة تكون او يكون رمضان بالنسبة لكم شهر الخير وشهر العبادة وشهر المذاكرة والشهر اللي بتنجز فيه، لان حرفيا رمضان يا شباب فرصه حلوه قوي قوي للتغيير. يعني مش كلام بس، لا انت بتصحى بميعاد مثلا عشان تتسحر، بتصلي مثلا كل الصلوات في ميعادها، فانت بتصحى برضو قبل الظهر مثلا او على الظهر بالظبط، بتنزل مثلا تصلي العصر، فحرفيا اليوم بتاعك متقسم بطريقه حلوه قوي قوي، وده يساعدك على المذاكره والانتاج اكتر واكتر ان شاء الله. طيب في بشره حلوه يا شباب، ان النهارده ان شاء الله هنخلص الدرس بتاع النهارده اللي هو الدرس اللي قبل الاخير في الوراثه، صح كده؟ هيبقى لنا جماعه في المنهج بتاعنا اربع دروس، منهم ثلاثة سهلين جدا جدا، هيعتمدوا بس على شوية حفظ سيكا منك كده اللي هم بتوع التصنيف. يلا بينا يا جماعة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. يا رب اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، انك نعم المولى نعم النصير. بسم الله الفتاح العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب يا جماعة برضو بالشيخة حبيبة واسماء. حبيبة النهارده كانت بتأم أسماء في الصلاة، فيعني عاش جدا يا حبيبي. كمان يا جماعة سايبين لكم برضو رسالة على السبورة، حبيبة بتقول لنا يعني بتشحت عليا، يعني بتقول إيه؟ عودة حميدة أو عودة سعيدة يا رب، خير وإيه؟ وإيه؟ ونرحب بالدكتور وبالدكتور وندعي له، يعني بتقول لكم ادعوا له يعني، فاهم؟ شحاتة شحاتة معلبة. وأسماء بتقول إيه بقى؟ هاي جايز ويلكم باك، أنا أسماء بحبكم كلكم جدا جدا، وصباع الخير على عيونكم جدا جدا، أقسم بالله. أسماء شحاتة. طيب نفك كده من كل الكلام الهبل ده عشان نبدأ المحاضرة بتاعتنا. يا فشلة يا فشلة، علي النعم، أنتم ما مركزش في التعليم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شباب عايزكم بقى تركزوا معايا عشان معانا مقدمة. أسماء فاكرة المقدمة بتاعت امبارح بتاعت تانية ثانوي؟ قعدت أقول مقدمة ساعة والدرس أصلا كله ربع ساعة، بس مش مشكلة، الكلام ده ممتع جدا يا شباب. يلا يا أولاد دلوقتي يا شباب عايزين نجوز اتنين، مين يتكلم معايا؟ مين يتكلم معايا؟ هنجوز اتنين، هنجوز مثلا سعيد وسعيده. لا ايمان دي ده مرات عمك، ما ينفعش يا بيه. سعيد وسعيده خلاص. انا عايز اسالكم سؤال يا شباب، هو انتوا فاكرين يا شباب حاجه اسمها الطرز الجيني والطرز المظهري؟ صح. هو انا اسماء لو بقول مثلا رموز كده او حروف كده، ده اسمه ايه؟ ده طرز يا دكتور، جيني. امال لو قلت مثلا ذكر احمر العيون، ده طرز ايه؟ مظهري. حلو قوي الكلام ده، ماشي. طيب لو بنتكلم يا جماعه على الانسان، فيا دكتور نعبر عن سعيد اللي هو الذكر ازاي؟ هو عنده كام كروموسوم؟ عنده يا دكتور 46 كروموسوم. طب وسعيده عندها برضه يا جماعه 46 كروموسوم، لان يا دكتور الانسان كله 46 كروموسوم. حلو قوي جماعه. هم ال 46 دول بيتقسموا ازاي؟ قال لك يا دكتور بنقسمهم لكروموسومات جسديه وكروموسومات جنسيه. الجسديه كام منهم من ال 46 دول؟ 44. ودكتور طالما احنا في ذكر، يبقى يا دكتور الاثنين اللي باقيين من ال 46 عباره عن اكس واي. اكس واي في الذكر يا دكتور. قاعده النهارده يا شباب، قاعده النهارده يا اسماء، يا جماعه طالما شفت واي واي في اي حته ده ذكر، يعني عفريت ومعاه واي ده ذكر، اتفقنا؟ حلو. فيا دكتور الترس بتاع الذكر يا اولاد 44 زائد اكس واي، خلاص كده. طب والانثى يا شباب 44 برضه يا دكتور جسدي، يبقى يا دكتور يتشابه كل من الذكر والانثى في الكروموسومات الجسديه 44 و44. حلو قوي. قال لك يا دكتور في الذكر معاهم اكس واي، في الانثى يا عيال معاهم اكس اكس. ولو فاكرين يا جماعه في الطرز الكروموسوم اللي احنا خدناه اللي كان عباره عن لوحه كبيره كده، كان فيها اولاد ال 46 كروموسوم مرتبين في ازواج من واحد لحد كام؟ 23. واحد ده زوج، اثنين زوج، ثلاثه زوج، يبقى هم يا جماعه كلهم 23 زوج من الكروموسومات. طب يا جماعه هو 23 ده كان زوج الكروموسومات هون؟ قال لك يا دكتور ده كان الجنس يا اولاد، يعني يا دكتور لو الذكر كنا هنلاقي هنا يا اولاد اكس طويله كده اهو، واي صغيره جنبها كده يا اولاد. فاكرين يا جماعه مش كان يا دكتور في الذكر واحد طويل وواحد قصير، صح ولا لا؟ فاكرين لما قلت لكم ان اكس ده اكبر في الحجم ويعيش اطول في العمر بس ابطأ عشان ده بتاع الانثى؟ امال يا دكتور الواي بتاع الذكر؟ قال لك لا ده اصغر في الحجم، مسافلت كده صغنن خفيف، بيمشي بسرعه اسرع بس بيعيش ايه؟ بيعيش اقل. خلاص ده هنقول الكلام ده النهارده ثاني ان شاء الله. فيا دكتور ده اكس واي. امال يا دكتور لو بتكلم على انثى، هقول لك يا دكتور والله ده اكس اكس. طب سؤال يا جماعه كده من اللي فات عشان بس ايه اطمن عليكم، هو يا شباب هو الزوج رقم 23 ده مكانه لو احنا هنرتب ترتيب صحيح ولا لا؟
لا ده مش مكانه دكتور، احنا حطيناه في الاخر عشان هو الجنسي عشان نميزه. امال مكانه الطبيعي فين يا شباب؟ والله يا دكتور مكانه الطبيعي في الحجم بين السابع والثامن، فيا جماعه بنرتبهم تنازلا حسب الحجم يا دكتور، من الكبير لحد الصغير. فيا دكتور كده الجنسي اقل في الحجم من السبعه، بس يا دكتور اكبر من الثمانيه. حلو قوي، حلو الكلام ده، زي الفل. ماشي يا شباب، والله يا دكتور انا كده بتكلم على ده ذكر يا شباب وده انثى. ماشي يلا يا شباب كده نتكلم على الامشاج. مش ده يا جماعه البيرنتس او البي؟ صح، فاكرين الورثه ولا لا؟ فاكرين الكلام ده؟ حلو قوي. يلا يا جماعه كده نجيب الجاميتس او الجاميتات. هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه؟ قال لك يا دكتور والله الذكر يا اولاد لما نيجي او لما يجي يا جماعه يجيب حيوان منوي، حيوان منوي يعني يا دكتور ينتج الامشاج بتاعته، ينتجها يا اسماء بانقسام ميتوزي ولا ميوزي؟ مايوزي. قال لك يا دكتور يعمل انقسام يا اولاد مايوزي. لماذا مايوزي؟ قال لك يا دكتور لان هذا الانقسام المايوزي اختزالي ولا مش اختزالي؟ اختزالي. المايوزي اختزالي، خلاص حلو قوي. لكن اللي مش اختزالي هو المايتوزي، تمام حلو قوي. فيا دكاتره يا حلوين، الذكر ده اهو هيجيب يا اولاد حيوانات منويه نوعين. يلا كده يا جماعه نقسم. مش يا اولاد لما كنا مثلا بنقول في الوراثه العاديه بنقول مثلا يا اولاد تي كابيتال تي سمول، كنا بناخد كده امشاج تي كابيتال وتي سمول، صح ولا لا؟ حلو قوي. فدكتور في الانسان بقى لو عندي يا شباب 44 زائد اكس واي، فدكتور عايزين نقسمهم اتنين، نعمل ايه؟ نعمل انقسام ميوزي اختزالي، نعمل ايه؟ قال لك يا دكتور سهله، ال 44 دول اقسمهم اتنين، يبقى دكتور 22 و22، صح كده؟ حلو قوي. ويا دكتور الاكس واي اقسمهم برضو على خليتين، دي مثلا تاخد اكس يبقى زائد اكس، دي تاخد واي. اشمعنى يا جماعه دي اكس ودي واي؟ عادي مفيش قاعده، يعني يا دكتور ده 22 زائد اكس وده يا جماعه 22 زائد واي. ايه ده وايه ده يا شباب؟ قال لك يا دكتور ده هو مشيج اللي اسمه دكتور الذكر حيوان منوي، وده يا جماعه برضو مشيج اللي اسمه دكتور في الانثى البويضه، صح كده؟ حلو قوي. طب الله يا جماعه يلا يا حبايبي كده هات لنا بتاع الانثى، يبقى هجيبه ازاي بقى؟ 22 زائد اكس. طب والتاني؟ ما هو زيه برضو، صح ولا لا اسماء؟ ما هو طالما اكسين يبقى اخد واحده بس وخلاص، صح ولا لا؟ فممكن اعمل كده، صح كده يا شباب؟ يبقى دكتور كل، ركزوا بقى يا اولاد، صح ولا غلط؟ كل امشاج الانثى متطابقه او متساويه في النوع، صح ولا غلط؟ صح طبعا. ما هو دكتور كلهم كام؟ 22 زائد اكس. امال يا دكتور في الذكر؟ قال لك لا ده كلام مختلف، ده يا دكتور في الذكر ممكن يكون حيوان المنوي 22 زائد اكس او واي، لان يا دكتور التركيب الجيني بتاع الذكر يا اولاد فيه اكس وفيه واي، يعني يا دكتور فيه نوعين من الكروموسومات الجنسيه اكس وواي، فممكن يورث لحيوان اكس وحيوان تاني واي. حلو قوي الكلام ده. طيب يلا يا دكتور كده نجوزهم، نخلط يا اولاد، نخلط يا جماعه الامشاج مع بعضها. يلا يا دكتور كده، يلا يا دكاتره، بسم الله الرحمن الرحيم، نجوز ازاي يا شباب؟ والله يا دكتور سهله، انت علمتنا اصلا من زمان ان يا دكتور بجوز ده مع ده واجوز ده كمان مع ده، صح ولا لا اسماء؟ صح ولا لا حبيبي؟ يلا يا جماعه نجوز كده، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا دكتور لما نجوز ده مع ده يطلع عندي كام يا اسماء؟ يلا يا جماعه كده 44 زائد اكس اكس، واحده 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 واحده. طب والتاني؟ يلا حبيبي 44 زائد اكس واي. جماعه نفكر بقى بالله عليكم كده يا شباب، هو ده كده انثى ولا ذكر؟ يبقى يا جماعه سعيد وسعيده جابوا مثلا ايمان انثى، خلاص. طيب دكتور ده ايه ده؟ ده يا دكتور ذكر. ليه بقى ذكر؟ عشان في واي. ما تقوليش اكس يا اسماء، اقول لكم يا شباب ليه ذكر، تقول يا دكتور عشان في واي 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 بس، خلاص كده؟ حلو قوي، يبقى دكتور ده ذكر، مثلا يا ولاد ده يا سيب. حلو قوي، يبقى يا شباب اللي حصل ايه بقى؟ قال لك يا دكتور والله اللي حصل ان يا جماعه عملوا انقسام يا ولاد مايوزي عشان يا دكتور ينتجوا الامشاج، في الذكر اسمه حيوان منوي، في الانثى يا جماعه اسمها البويضه. على فكره الكلام بتاع النهارده كله تجميع، كله تجميع للاساس اللي انا اسسته لكم قبل كده، ان يا دكاتره احنا بنقول ان الذكر علشان يخلف يا ولاد بينتج امشاج اللي اسمها جاميتات، في الذكر في الانسان اسمه حيوان منوي، بيجي يا دكتور بانقسام مايوزي، يعني يا دكتور الذكر ده خلايا كانت اتنين نون، ثنائيه الماده الوراثيه، الامشاج تبقى نون بس. لماذا الامشاج نون بس؟ لانها تنتج بانقسام مايوزي بين قوسين اختزالي، يختزل عدد الصبغيات الى النصف يا شباب. كلام واضح؟ حلو قوي الكلام ده. ماشي يا دكتور، بعد ما اتمنا يا جماعه الانقسام المايوزي وليس الميتوزي يا اولاد، المايوزي يا جماعه انقسام اختزالي، قال لك يا دكتور لما اتجوز ده مع ده يطلع يا دكتور 44 زائد اكس اكس و44 زائد اكس واي، يبقى الدكاتره الاحتمالات في الانسان ايه؟ ما هو دكتور حماده هلال انسان يتجوز انسانه يا اما يجيبه واد يا اما يجيبه بنت، هيجيبه معزه؟ اكيد لا يعني، يبقى يا دكتور اما يجيبه ذكر واما يجيبه انثى، عادي جدا، خلاص كده؟ ماشي، ده يا دكتور كلام محترم جدا جدا جدا. بصوا بقى يا رجاله، تعالوا نتكلم على الدرس بتاع النهارده.
بقول لحضرتك، مع اكتشاف الكروموسومات زمان يا شباب، اللي ما كانتش يا اولاد بتجيب ولد زمان كانوا بيفكروا العيب فيها هي وتتطلق حرفيا. ده بيحصل، ده موجود عندنا في الارياف عادي جدا، وفي في كل حته يعني. خلاص، لانهم يا جماعه كانوا مفكرين ان الانثى هي اللي بتتحكم في الجنس. بس ده مش صح يا شباب، ده مش صح. هثبت لك النهارده بالدليل ان والدك هو اللي متحكم في جنسك. يعني اي راجل يطلق مراته عشان بتجيب بنات يبقى راجل متخلف ما بيعرفش حاجه، لانه اصلا جاهل. تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ قال لك يا دكتور والله تعالى نرجع كده للمساله بتاعتنا. هو يا دكاتره الانثى جابت بويضات غير ده؟ غير ده هي ما عندهاش الا اكس اصلا، ما عندهاش اي واي. ما هو اللي بيجيب ولاد هو الواي يا بني ادم يا متخلف بتاعك، فانت لو ما جبتش واي مش هتجيب ولاد. فهي ما لهاش ذنب يا شباب، لان الانثى كده كده بتجيب 22 زائد اكس، بويضات اكس بس. خلاص كده، نوع واحد من الابشاك بس يا ولاد. امال يا دكتور اللي بيجيب واي ويحدد الجنس بتاع الولد مين؟ جوزها الذكر، صح كده؟ حلو. بقول لحضرتك كان في خناقه زمان يا شباب، الى ان توصل العلماء الى ان الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس. لماذا يا اسماء او يا حبيب الرجل مسؤول عن تحديد الجنس؟ لان الرجل قادر على انتاج نوعان من الحيوانات المنويه او نوعان من الامشاج، اكس لانتاج الاناث واي لانتاج الذكور. خلاص كده زي الفل ماشي. فيا دكتور هو اللي بيحدد سواء ذكر او انثى اولاد، وليست المراه، مش مراته، كما كان معتقدا قديما حيث حتى منتصف القرن الماضي. ماشي. بقول لحضرتك يوجد في نواه الخلايا الجسديه للانسان 23 زوج من الكروموسومات. الكلام ده جديد ولا قديم؟ قديم يا دكتور. كده كده الخلايا الجسديه بتاعتي فيها كم كروموسوم يا اولاد؟ 46 كروموسوم. الكلام ده محترم خالص. ماشي، 46 كروموسوم اهو. ماشي. بقول لحضرتك هنقسمهم ازاي؟ والله يا جماعه احنا قسمناهم اصلا في المساله. ما احنا قلنا يا حبيبي ان الذكر 44 زائد اكس واي، والانثى يا اسماء 44 زائد اكس اكس. فيا دكتور ال 44 وال 44 يا اولاد عباره عن كروموسومات جسديه، اما يا دكتور ده هو وده هو كروموسومات جنسيه. ماشي يا دكتور، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا دكاتره الكروموسومات الجسديه عددها كام يا اولاد؟ 44. يعني كام زوج؟ يعني يا دكتور 22 زوج، وهي متشابهه في الذكر والانثى. 44 زي 44، ما اختلفناش. الاختلاف فين بقى؟ في الزوج او في الكروموسومين الجنسيين يا شباب، في الذكر اكس واي، في الانثى اكس اكس. ده كلام محترم جدا. ماشي. بعد كده يا دكاتره كروموسومات جنسيه عددها يا اولاد زوج واحد، يعني كام كروموسوم؟ يعني يا دكتور كروموسومين او زوج من الكروموسومات، وهي تختلف في الذكر عن الانثى، في الذكر يا اولاد اكس واي، في الانثى اكس اكس. يبقى اذا يحتوي كل من الذكر والانثى على اكس؟ لا صح ولا لا؟ مش واحد، مش الذكر عنده اكس والانثى عندها اكس. حلو، يبقى يحتوي كل من الذكر والانثى على اكس. طيب واي في الاثنين؟ لا، واي يا دكتور في الذكر بس. جماعه بيسموا اكس يا اولاد ده هو اللي في الذكر والانثى يا شباب، لا مش هرمون بقى، كروموسوم الحياه. كروموسوم الحياه مين هو؟ اكس. واي؟ لا مش واي. انت عندك واي عايش، وانت عندك واي عايش، انا عندي واي وعايش، بس مش شرط واي عشان يوجد. لكن لو انا ما عنديش اكس اموت. ما بقول لك اهو بقى، لو الذكر ما عندوش اكس يموت. ما هو الذكر ده 44 زائد اكس واي، الواي دي كده كده خلاص بتاع الذكر عادي، بس الاكس دي ينفع تتشال؟ لا ما ينفعش. الاكس دي يا جماعه هي كروموسوم الحياه، فيا اولاد الاكس ده هي مهمه جدا جدا للحياه، اما يا جماعه واي مش مهمه للحياه، بل مهمه لتحديد جنس الذكر. خلاص، حلو قوي الكلام ده. يلا يا دكاتره بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يا جماعه اللي احنا قلناه بس مترتب في صوره كلام. انا هقرا ولو في حد فيه صعوبه وقفوني عشان برضو الناس دي تبقى معانا. خلاص، اي حاجه صعبه مش مفهومه وقفوني بس يا فلان وقف. خلاص، الخلايا في انثى الانسان وذكر الانسان. هنا يا جماعه الانثى سعيده وهنا يا جماعه الذكر سعيد. خلاص، حلو قوي. بص يا دكتور، بقول لحضرتك تحتوي كل خليه جسديه على 22 زوج من الكروموسومات الجسديه. يعني كم كروموسوم يا اسماء؟ يعني 44 كروموسوم جسدي. ها، جسدي. وزوج متماثل من الكروموسومات الجنسيه، يعني كم كروموسوم جنسي؟ 2 اكس اكس. اقول عليهم زوج متماثل ولا غير متماثل؟ متماثل. ما هم يا دكتور اكسين، لكن في الذكر زوج غير متماثل من الكروموسومات الجنسيه لانهم يا دكتور اكس واي. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى اكس اكس ده زوج متماثل. فين؟ في الانثى. اكس واي ده زوج غير متماثل مش زي بعض. فين؟ في الذكر. تمام، حلو قوي. العكس يا اولاد اهو، تحتوي كل خلايا جسديه، هم يا جماعه متساويين في الخلايا الجسديه، على 22 زوج من الكروموسومات الجسديه وزوج غير متماثل من الكروموسومات الجنسيه اكس واي. هنا يا جماعه اكس اكس متماثل. حلو قوي. تركيب الصبغ كام يا شباب؟ الانثى 44 زائد اكس اكس. طيب الذكر يا شباب 44 زائد اكس واي. حلو قوي. طيب تنقسم خلايا المناسل واحدة واحدة. جماعة ما معنى يا شباب المناسل؟ عارفينها يا شباب ولا لأ؟
المنازل دي يا شباب اللي هي في الذكر يا اولاد الخصيه، في الانثى يا جماعه المبيض. مناسل يا شباب معناها الاعضاء يا اولاد اللي بتنتج الامشاج. هو يا دكتور المشيك في الذكر اسمه ايه؟ حيوان منوي. بيطلع يا دكتور عند الذكر من الخصيه. يبقى يا جماعه فائده الخصيه عند الذكر انتاج الحيوانات المنويه. خلاص. اما المبايض اللي عندكم يا شباب بتنتج بويضات، يعني البويضه اللي بتطلع في الدوره الشهريه كل شهر خارجه منين؟ من احد المبيضين، مره اليمين ومره الشمال، ده يطلع شهر وده يطلع شهر. ايوه بيتبادلوا مع بعض. سبحان الله، سبحان العظيم الخلاق. يعني في دوره في الشهر معموله مثلا من اليمين، اللي بعدها من الشهر اللي بعده من الثاني اللي قصاده، الشهر اللي بعده بيبدل مع اخوه عشان ما يتعبوش. سبحان الله. طيب فيا دكتور المناسل معناها خصيه ومبايض، زي الفل. ايه الجمال ده؟ ماشي، ركز بقى يا شباب. هي المناسل ده هي اسماء كم نون؟ لا دي خلايا جسديه عادي، اتنين نون عادي. فيا دكتور ده هي اتنين نون، يعني يا دكتور الخصيه اتنين نون، ويا جماعه المبيض برضو اتنين نون. حلو قوي. بينتج يا دكتور حيوان منوي في الذكر وبويضه في الانثى. الحيوان ده نون ولا اتنين نون؟ نون. والبويضه برضو يا دكتور نون. يبقى يا جماعه ده انقسام ايه؟ ما احنا لسه قايلينه بقى، انقسام ايه؟ مايوزي. يبقى يا دكتور المناسل ده اللي هو يا دكتور الخصيه والمبيض، فانقسم يا جماعه انقسام مايوزي لكي تنتج الامشاج، يعني يا دكتور حيوان منوي وبويضه. ايه الجمال ده؟ يبقى يا دكتور تنقسم خلايا المناسل المبايض، احنا بنتكلم بقى في الانثى يا جماعه في سعيده. يبقى يا دكتور المناسل عندها اسمها المبايض عندها اتنين، مايوزيا يعني يا دكتور انقسام اختزالي، لذلك تحتوي الامشاج على نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخلايا الجسديه. صح ولا غلط؟ صح طبعا. ما هو دكتور البويضه فيها نون بس. طب والخلايا الجسديه شعرها ورجلها وضوافرها وكل حاجه وجلدها اتنين نون. فيا دكتور الامشاج فيها دكتور منتصف الماده الوراثيه في الخلايا الجسديه. سهله؟ حلو قوي الكلام ده. ماشي. اما يا دكتور في الذكر برضه اولاد نفس الكلام، بس بدل المبايض يا حبيبي حط الخصيتين او الخصى، جمع خصيه خصى او خصيتين. تنقسم خلايا المناسل اللي هي الخصيه يعني مايوزيا، يعني اختزال يا دكتور، لذلك تحتوي الامشاج على نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخلايا الجسديه. نفس الكلام بالظبط. طيب بس بدل مبايض حطيت خصيه. طيب تنتج او تنتج الانثى، ركزوا بقى، كم نوع من الامشاج؟ هي كده كده بتطلع 22 زائد اكس، عندها غير الاكس؟ يبقى يا دكتور نوع واحد بس. تنتج الانثى نوعا واحدا من الامشاج المؤنثه اللي هي يا جماعه البويضات، يحمل الصبغي اكس ولا واي؟ اكس يا دكتور. يكون التركيب الصبغي للبويضه 22 زائد اكس يا شباب. ايه العظمه دي؟ طيب جماعه هو مين التخين العجل ده؟ اكس اهو، ده دكتور اكس اهو. خلاص. مين يا دكتور الصغنن ده العسول ده؟ واي. المسافر السريع الصغنن اللي بيعيش قليل هو واي ده. خلاص. حلو. يلا يا دكتور على النقيض بقى، ينتج الذكر يقول لك كم نوع بقى؟ قال لك يا دكتور لا، نوعين من الامشاج، 22 يا جماعه زائد اكس و22 زائد واي. قال لك يا دكتور حيوان منوي يحمل الصبغ الجنسي اكس يا اولاد، فيكون التركيب بتاعه 22 زائد اكس. حيوان منوي يحمل الصبغ الجنسي واي، يكون تركيبه كام؟ 22 زائد واي. عايز اطمن عليكم يا شباب، عايز اطمن عليكم. عندي يا شباب، يلا يا حبيبي، عندي ذكر اهو، خلاص التركيب الصبغ بتاعه كام؟ 44 زائد اكس واي. يلا يا جماعه عشان نجيب الامشاج بتاعته، يلا يا اسماء نعمل ايه؟ ينقسم انقسام ميتوزي ولا مايوزي؟ مايوزي. يعمل ايه اسماء؟ 22 زائد اكس و22 زائد واي. صح كده؟ حلو. ايه دول يا شباب؟ ده يا دكتور حيوان منوي. ده يا جماعه حيوان منوي 22 زائد اكس او 22 زائد واي. يبقى يا دكتور ده نوع يحمل الصبغ الجنسي اكس، وده يا دكتور نوع اخر يحمل الصبغ الجنسي واي. تمام؟ حلو قوي. طب يا جماعه هو 22 و1 يبقى كام؟ مش ده اكس ده واحد؟ يبقى يا دكتور دول كلهم كام؟ ودول يا جماعه كام برضو؟ 23. صح كده؟ طب والخلايا الجسديه كام يا اولاد؟ 46. يبقى يا دكاتره ال 23 دول يعني نون، نص ال 46 دول اتنين نون، صح ولا غلط؟ صح طبعا، زي الفل. ماشي، نرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك يختلف الكروموسوم الجنسي اكس عن الكروموسوم الجنسي واي في ايه؟ اول حاجه شباب الحجم، ما انت عارف كويس ان اكس ده اهو كبير كده، واي صغنن جنبه كده سفلوت، صح ولا لا؟ كويس خالص. نوع الجينات التي يحملها كل منهما، اه طبعا يا جماعه، ما هو يا دكتور واي ده بيجيب صفات الذكر، يعني بعد كده مثلا مسؤول عن الشنب والشعر الخشن والطول والعضلات والغشوميه، لكن الاكس بتاع الانثى الناعم الحنين بيعمل صفات الانثى، صح كده؟ فاذن الجينات اللي عليهم تختلف. ما هو يا دكتور اكيد اكيد جينات الراجل الغشيمه غير جينات الانثى الرقيقه، صح ولا لا؟ صاحبه الصوت الشتوي والصيفي، صح كده؟ حلو قوي الكلام ده. فيا دكتور نوع الجينات كمان يا اولاد، نزود بقى، نزود بقى يا جماعه. قال لك يا دكتور ده واي وده يا جماعه اكس. يا اولاد مين الاسرع؟ بتاع الراجل اكيد. فيا دكتور ده الاسرع وده يا جماعه ابطا. مين اللي يعيش اكتر؟ اكيد الست يعني. فيا دكتور اكس بتعيش
اسرع في الحركه. هناخد ان شاء الله في ثالث سنه ان هو بيتحرك بيمشي، مش هو بيخرج من الراجل يمشي ماشي. ده يا جماعه ابطا خلاص. طب يا جماعه مين بيعيش اكتر؟ بتاع الانثى اكس. يبقى ده يا جماعه ده هو اطول عمرا، ده يا جماعه اقصر عمرا. تمام، حلو قوي الكلام ده ماشي. طيب بقول لحضرتك يا دكتور احتمالات تحديد الجنس في الانسان اللي احنا لسه قايلينها يا جماعه، تحديد الجنين يا جماعه. هو مش سعيد الذكر او الزوجه مثلا سعيد 44 زائد اكس اكس صح ولا لا؟ طب والزوج بتاعها 44 زائد اكس واي. يلا يا جماعه نجيب كده الجاميتات يلا. والله يا دكتور ده هتجيب كام نوع؟ واحد بس، 22 زائد اكس. طب وده يجيب كام؟ 2 واي واكس. خلاص كده حلو قوي، يلا جوزهم مع بعض. والله يا دكتور دي مع دي يبقى يا دكتور 44 زائد اكس واي ذكر يا اولاد، وده يا دكتور 44 زائد اكس اكس انثى. طيب بقول لحضرتك والله بدل ما تقعد تكتب بقى 22 و44 والقصص دي كلها، انت حضرتك عارف ارمز للزوجه باكس اكس يا اسماء، وارمز للزوج باكس واي يا حبيبه. ولما تيجي يعني مش شرط تكتب 44 لان هم كده كده اصلا ثابتين ما لهمش لازمه خلاص كده. ولما تيجي حتى تجيب الجاميطات برضو ارمز للزوجه باكس بس، والزوج اما واي واما اكس. فلما اقول لحضرتك الحيوان المنوي واي، انت عارف ان انا قصدي ان انا اقول لك 22 زائد واي. ولما اقول لحضرتك الواي ده اكس، انت عارف ان انا قصدي 22 زائد اكس. واخدين بالكم؟ فيا دكتور بمسح ال 22، بمسح ال 22 عادي يا اولاد. يبقى يا دكتور لما تشوف واي يا دكتور ده حيوان منوي واي، لما تشوف اكس يا دكتور دي واي ده اكس. حلو حلو قوي الكلام ده ماشي زي الفل ماشي يا دكتور، نفس الكلام بالظبط. طيب اي انه اذا خصبت البواي ده، ركزوا بقى يا جماعه، 22 زائد اكس يعني كده كده البواي ده يا جماعه 22 زائد اكس. خلاص بقى لو خصبتها بواحد اكس زيها تعمل ايه يا شباب؟ تجيب انثى، يبقى يكون الجنين انثى 44 زائد اكس اكس. طب ولو خصبتها يا حبيبه بواي بقى تجيب ايه؟ تجيب ذكر يا شباب 44 زائد اكس واي. حلو قوي حلو قوي الكلام ده ماشي. اذا الحيوانات المنويه هي التي تحدد جنس الجنين وليس البويضات. عندك اعتراض؟ عندكم اعتراض يا شباب؟ والله يا دكتور الواي اللي بيحدد، لو في واي يبقى ذكر، ما فيش واي يبقى انثى. فيا دكتور الذكر هو المسؤول، اي حد يطلع مراته عشان ما بتخلفش اولاد ده متخلف، قول له يا متخلف في اصل وشه. تمام حلو قوي. اي ان الذكر هو المسؤول عن تحديد الجنس بتاع الجنين. حلو قوي ماشي. بقول لحضرتك الجينات المحموله على الكروموسومات الجنسيه يا اولاد اكس وواي والمسؤول عن تحديد الجنس تعمل في الاشهر الاولى من الحمل كالتالي. بصوا يا اولاد تسمعوا يا جماعه عن واحده حامل. بصوا يا اولاد لما واحده تتجوز بعد اول اسبوع كده حماتها بقى بتقعد تزن عليها، انت في حاجه؟ طب حاسه بحاجه؟ طب رجعتي؟ طب مش عارف ايه. هي عايزه تطمن على ايه؟ عايزه ايه؟ عايزها تحمل صح كده؟ حلو، حملت الحمد لله. عد بس شهرين، حماتها تجيلها، عايزين بقى نشوف الـ الـ العيال، هي حماتها عايزه ايه؟ ولد، عايزه ولد صح كده؟ فيروح يحددوا الجنس، تروح للدكتور، الدكتور لما الانثى تروح له بيعمل لها ايه يا شباب؟ سونار على بطنها، بيبص على الواد في البطن بس. طيب، هو لو شاف ايه يحدد مبدئيا كده. احنا يا جماعه ما نقدرش نحدد قبل ثلاث شهور. تمام؟ يعني في الشهر الرابع يبقى حلو، ليه بقى؟ لأن بقول لحضرتك هو يا جماعة هو ده جنين بيبي. أهو ده جنين بيبي. وده برضه جنين بس أنثى. يعني ده ذكر وده أنثى. خلاص ده ذكر سعيد وده أنثى سعيدة. خلاص كده؟ أو حبيب وحبيبة مثلاً يعني. هو أنا لو بصيت على على السونار على العيال دي، أنا لو بصيت بالسونار على العيال دي، إيه اللي يفرق لي الذكر عن الأنثى؟ قال لك يا دكتور اللي هيفرق لك الذكر هتشوف عنده خصيتين. والانثى شوف عندها مبيضين بس بس كده بس كده. انت فكر هتشوف الشعر مثلا، اللي عندهم شعر عندهم ودان عندهم عيون. فاللي بيفرق الذكر عن الانثى يا اولاد هو الخصيتين في الذكر والمبيض في الانثى. قال لك يا دكتور الخصيتين بتوع الذكر بيتكونوا في الاسبوع السادس من الحمل. يعني الانثى الحامل في شهر ونص الواد اللي في بطنها عنده خصيتين. فكده سؤال صح ولا غلط؟ بس ركزوا عشان سؤال علي عليكم شويه. واحده حامل انا ما اعرفش هيحمل في ايه، خلاص تروح تعمل سونار في بعد شهر ونص؟ تعمل ممكن يكون ولد. طب ولا مش ولد؟ خلاص يبقى بنت. طب ما يمكن ولد بس الخصية لسه صغيرة ما يشوفهاش. فاحنا يا جماعة ما ينفعش نعمل سونار قريب كده. بقول لك المبايض بتتكون في الأسبوع ال 12. يعني بعد كام شهر؟ بعد 3 شهور. مش 12 على 4 فيها 3؟ مش الشهر 4 أسابيع يا ولد؟ ده يا جماعة الأسبوع السادس. يعني بعد شهر ونص ده ولد الاسبوع ال 12 يعني يا دكتور بعد 3 شهور. فركز بقى احنا يا جماعه بنروح بعد الشهر الثالث بحيث لو ولد اشوف خصيتين ولو بنت اشوف مبيضين. قبل كده ما تعرفش تحدد قوي. فهمتوا حاجه؟ ده بقى حاجه كده ايه للحياه يعني. فيا جماعه تتكون الخصيتان في الاسبوع السادس، يتكون المبيض في الاسبوع الثاني عشر يا شباب. طيب ده كلام محترم جدا 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 ماشي.
بقول لك اهو، بعد 6 اسابيع اي بعد شهر ونصف تقريبا من بدايه الحمل يبدا الجنين الذي يحمل الكروموسوم واي هيكون ايه بقى؟ مبيضين ولا خاصتين؟ خاصتين. في انتاج هرمونات تحث انسجه المناسل غير المتميزه لتكون الخاصتين. يعني ايه اللي بيحفز تكون الخاصتين؟ هرمونات. مين اللي بيخليها تطلع؟ واي. تمام؟ يبقى بالترتيب كده، اول حاجه عشان الواد ده يبقى واد، اول حاجه تبقى موجوده واي، بعد كده هرمونات، بعد كده خصيتين. طيب بعد 12 اسبوع اي بعد 3 اشهر من بدايه الحمل يبدا الجنين الذي لا يحمل، الذي لا يحمل الصبغه الجنسي واي في تكوين المبيضين، ثم تتميز باقي الاعضاء التناسليه الانثويه. يعني يا دكتور اللي بيكون الخصا او الخصيتين يا اولاد واي، هرمونات، خصيتين. طب والانثى عندها مبيض ليه؟ عشان ما عندهاش واي. تمام؟ حلو قوي الكلام ده، زي الفل. طيب بقول لحضرتك حاجه كده للاطلاع فقط، يعني معلومه اسرائيليه في بعض، اسرائيليه في بعض، عشان ما لهاش لازمه اسرائيليه، في بعض الحيوانات يتم تحديد الجنس حسب العوامل البيئيه. ركزي بقى، حسب العوامل البيئيه. بقول لك ايه بقى؟ تلعب درجه الحراره، احنا خدنا الحصه اللي فاتت درجه الحراره كانت بتلعب دور في ايه؟ ارنب اللي بيحصل له بقى؟ بيتغير لون شعره لما البروده بتيجي. حلو، لان البروده تعمل اسود ولا ابيض؟ بتسود. تمام؟ حلو. بقول لك بقى البروده تلعب درجة الحرارة التي يتعرض لها بيض، ركزوا يا اولاد، بيض السلاحف المائية. يعني السلحفاة المائية يا جماعة بتعمل ايه؟ بتطلع على الشط بيض وتنزل تاني في المية. شفتها ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي، كانت بتطلع على الشط كده بيض وتنزل تاني، وعارفة مكان البيض بتاعها، سبحان الله. بيقول لك ان الطيور اصلا في دماغها بوصلة بتعرف الاتجاهات، هو الطير اللي ماشي في الجو ده معاه خريطة بيعرف ازاي الاتجاه، بيعرف ازاي الشجرة بتاعته تاني، سبحان الله. ودماغه قد كده. خلاص، حيث ان البويضات القريبة من سطح التربة، يعني اللي قريبة يا جماعة فوق شوية، تكون درجة الحرارة عالية ولا واطية؟ اكيد عالية، ما هي الشمس عليها. خلاص كده، فتنتج عند فقسها اناثا، يعني اللي بتسخن تطلع اناث. خلاص. طيب البويضات البعيدة عن سطح التربة، يعني يا دكتور اللي مدفونة تحت كده في البرودة، كل ما نحفر الاسماك في التربة بتلاقي ايه؟ اكثر برودة. ها ماشي، تكون درجة الحرارة يا اولاد اقل من السطح، فتنتج عند فقسها ذكورا. تمام؟ يعني اللي مدفونة تحت في البرودة تطلع ذكور، فوق في السخونة تطلع إناث، إزاي؟ سبحان الله. طيب يلا يا جماعة نحل الأسئلة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك إيه؟ ظل تحديد الجنس يا أولاد حلم يراود كثيرين من البشر منذ زمن طويل، وظلت فكرة أن المرأة هي المسؤولة عن نوع جنينها ذكرًا أم أنثى حتى منتصف القرن الماضي، ولكن مع اكتشاف الكروموسومات الجنسية قد توصل العلماء إلى حقيقة هذا الأمر. في ضوء ذلك، إلى ماذا توصل العلماء بعد اكتشاف الكروموسومات الجنسية؟ توصلوا إلى شباب؟ قال لك يا دكتور توصلوا إلى أن الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذكر هو من ينتج نوعين من الحيوانات المنوية، النوع الأول يا جماعة اللي هو واي، والتاني اللي هو اكس. فلو كان الأول واي يتحد مع البويضة اللي هي اكس يجيبوا يا جماعة ذكر، ولو كان يا دكتور والله اكس يتحد مع البويضة اكس ينتج أنثى، إذن الذكر هو المسؤول عن تحديد الجنس في الجنين. طيب السؤال الثاني، اختر من المخطط الذي امامك ماذا تمثل المركبات ال والعضو ام، واحده واحده. بقول لحضرتك ايه بقى؟ كروموسوم واي واحد يحفز مركبات ال، هذه المركبات تحث انسجه المناسل على تكوين ام. قولي ال دي ايه؟ صح، هرمونات. وام دي ايه؟ خصيتين. صح، يبقى يا جماعه على الترتيب يا ولاد، هرمونات وخصيتين. واضحه؟ واضحة؟ حلو الكلام ده. يلا يا جماعة بينا بسم الله الرحمن الرحيم على الحالات الكروموسومية الشاذة. أسباب حدوثها. يا جماعة احنا عرفنا الطبيعي إن الذكر الولد العادي 44 زائد إكس واي، والأنثى العادية 44 زائد إكس إكس. طيب ماذا لو، ماذا لو حصل حاجة أثناء تكوين الأمشاج في الانقسام الميوزي يا أولاد؟ ويا دكتور كان عندي مثلا المناسل 44 زائد إكس إكس، فالمفروض يا اسماء ده اهي خليه في مناسل بتاعه انثى، لما تيجي تنقسم انقسام ميوزي وتعمل مشيج، ايه اللي بيحصل لها؟ بتدي ايه؟ 22 زائد. قال لك لا، حصل مشكله في الانعزال بتاع الكروموسومات واداتني 22 زائد اكس اكس. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يعني كده البويضه بقى فيها 24 كروموسوم. ايوه. طيب طلعت البويضه كده، طلعت كده، ده مش طبيعي، ده حاجه شاذه، هي كده وحشه بس هي طلعت. بتحصل، هقول لك دلوقتي. خلاص، اتحدت مع حيوان منوي 22 زائد واي. يلا كده جوزوهم مع بعض، ايه اللي يحصل؟
44 زائد ها اكس واي اكس اكس واي اهو ما انت بتجمعي اكس اكس واي. خلي بالك بقى عد كده الكروموسومات دي 44 45 46 47 يا دكتور يا جماعه 47 ده اهو اسمه يا اولاد متلازمه كلاين فلتر. كلاين ايه؟ فلتر. ليه كلاين فلتر؟ الدكتور اللي شافه سماه كده، اللي اكتشفه سماه كده. خلاص ده يا جماعه ذكر ولا انثى؟ بس ركزوا ده ايه؟ ذكر. ليه؟ في واي بس خلصان. يبقى يا جماعه ده اسمه ذكر كلام فلتر. حلو. ده يا جماعه ذكر عقيم يا اولاد مش بيخلف. كمان يا اولاد عنده مشاكل جنسيه ومشاكل في المظهر بتاعه. بقول لك عنده حاجه اسمها جاينيكوماستيا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا اولاد تثدي. طبيعي الذكر ما عندوش ثديين، ده عنده ثديين زي الانثى. بصوا كده منظوره عامل ازاي. هو الاول كده جه ازاي؟ المشكله فين؟ المشكله يا دكتور في البويضه. طلع كام؟ 4 22 زائد اكس اكس. ده طبيعي؟ قال لك يا دكتور لا مش طبيعي، الطبيعي يا جماعه 22 زائد اكس بس. طلعت ولد فيها الاكسين. ايه اللي حصل وليه ازاي؟ مالكش دعوه، هو حصل حاجه في الانقسام الميوزي بوظت الموضوع. طلع يا جماعه بهذا المنظر. خلاص اتحد مع حيوان منوي، يبقى يا دكتور بقى عندي 44 زائد اكس اكس واي، يعني يا دكتور بقى عندي 47 كروموسوم. قال لك يا دكتور ده ذكر عشان فيه واي يا اولاد، بس يا دكتور عنده كروموسوم اكس زياده يا شباب. فقال لك يا دكتور هذا الكروموسوم الاكس زياده اللي موجود في قلب الذكر ده هو عنده اكس زياده. اكس ده كان بتاع مين؟ كان بتاع الاناث، فيعمل له صفات جنسيه زي التثدي. فهمتوا حاجه؟ فهمت حاجه؟ يبقى يا دكتور ده جاي منين؟ من الاكس الزياده. اي مشكله عنده جايه له منين؟ من الاكس الزياده. خلاص تعال نقرا بقى. بقول لك يا دكتور والله ايه اللي بيحصل يا ولاد في الحالات الشاذه. اسباب حدوثها يا شباب، تحدث الحالات الكروموسوميه الشاذه نتيجه حدوث اخطاء عند تكوين الامشاج زي البويضه او الحيوان المنوي عادي اثناء الانقسام من هون. او حد يقول ميتوزي يا شباب، ما هي اصلا الامشاج كلها بتتكون من انقسام ميوزي، صح كده؟ حلو. مما يترتب عليها زيادات او نقص في عدد الصبغيات او الكروموسومات الجنسيه او الجسديه. خلاص كده؟ يعني يا دكتور الكروموسوم مثلا اللي زاد في كلاين فلتر ده جنسي ولا جسدي؟ جنسي اللي هو اكس يا دكتور. فيا جماعه الخطا ده يترتب عليه زياده او نقصان. الزياده يا ولاد في كلاين فلتر، النقصان في ترنر لسه جاي هنراجعها ان شاء الله مع بعض برضو. خلاص كده؟ الجنسيه او الجسديه. يعني يا دكتور مثلا هنا زاد يا ولاد اكس، يعني يا دكتور زاد كروموسوم جنسي. خلاص كده؟ حلو. مما يؤدي الى تكوين افراد غير طبيعيين، مش طبيعي يا دكتور بعد حدوث الاخصاب. تمام؟ حلو قوي. ملحوظه، احيانا لا يتوزع زوج الصبغيات الجنسيه بالتساوي. يعني يا دكاتره ده يا ولاد بتاع المناس ال 44 زائد اكس اكس، صح كده؟ ده بتاع الام. لما يجي يدي بويضتين اسماء المفروض يدي كام؟ زائد اكس و زائد اكس برضه. قال لك يا دكتور لا مش هيتوزع بالتساوي، ده يا دكتور واحده منهم تاخد يا ولاد الاكسين، واحده يا ولاد ما تاخدش خالص زائد صفر. فكده في تساوي؟ ده كده يا جماعه مفيش تساوي. ركز بقى معايا. عند تكوين الامشاج اثناء الانقسام الميوزي حيث انتقل زوج الصبغيات الجنسيه باكمله، يعني يا دكتور اكس اكس بحاله راح لبويض، طب والثانيه ما عندهاش. تمام؟ حلو خالص. مما يترتب عليه تكوين مشيج خالي من الصبغيات الجنسيه. ماشي يا دكتور. تعالى كده على حل الكلام فلتر يا شباب. بص كده جماعه ده الواد بتاع كلام فلتر، شايفين الثديين بتوعه؟ بصوا يا ولاد ده الطرز الكروموسومي بتاعه يا شباب، 1 2 3 4 وهكذا لحد يا ولاد 23. شباب بصوا لي كده على 23 يا اسماء، في ايه؟ واحد طويل ده اكس ولا واي؟ اكس. والطويل اللي جنبه اكس برضه. طب الصغنن ايه ده يا دكتور؟ ده عنده 23، ده مش زوج واحد، ده زوج ونص. يعني يا دكتور في ثلاث كروموسومات. ايوه يا جماعه، لانه يا دكتور اكس اكس واي جايب اكسين من امه واي من ابوه. ذكر ولا انثى؟ ذكر عشان فيه واي. بس ذكر مظبوط؟ قال لك لا ده عنده اكس زياده. يا جماعه دي اكس بتاع الحياه الطبيعيه يا اولاد، كلنا عندنا اكس يا شباب، انا عندي اكس وانتوا عندكم اكس، فاكس الحياه ده لازم تكون موجوده. طب الاكس الزياده يبقى يعيش اكتر؟ لا، تعمل له مشاكل. ايه هي المشاكل؟ تعال نشوف. بقول لك يا دكتور والله المكتشف الدكتور هنري كلاين فلتر عام 1942 سبب حدوثها يا شباب نتيجه اخصاب بويضه شاذه. المشكله فين؟ في البويضه الشاذه، طلعت وخدت زوج الكروموسومات الجنسيه بحاله من امها، ما ادتش اختها حاجه، خدت ال 22 زائد الاكسين. فيا دكتور بويضه شاذه 22 زائد اكسين، بحيوان منوي عادي جدا 22 زائد اكس واي او زائد واي بس. خلاص التركيب الصبغي يا ولاد 44 اهو، دول يا جماعه زائد اكس اكس واي زائد اكس اكس واي، يبقى يا دكتور كلهم كام؟ 47 كروموسوم يا شباب.
حلو قوي. الجنس بتاعه ذكر ولا انثى؟ طالما شفته واي ده ذكر يا دكتور. سبب الاختلال يا اولاد وجود صبغي اكس زائد ادى الى حدوث اختلال في الهرمونات الجنسيه. جماعه هو ايه المشكله عنده؟ قال لك يا دكتور في كلمه واحده يا اولاد، في جمله واحده، كلام فلتر يا اولاد، كل مشكلته انه جماعه عنده اكس زياده. اي مشكله عند كلام فلتر عشان اكس زياده، عشان عنده كروموسوم جنسي اكس زياده بس. خلاص كده زي الفل. طيب سبب الاختلال خلاص قلنا يا شباب. الاعراض يا جماعه ده يا دكتور والله ذكر عقيم، ولما تفكر كده في خلق المولى عز وجل تعرف ان دي نعمه. تخيلوا كده لو كل المتخلفين بيخلفوا كانت بقت مشكله، ما هجيبوا عيال زيهم صح كده؟ مش كلهم صراحه، بس هيبقى في مشكله كبيره لان هم هيعانوا حتى لو كده كده بيتجوزوا تمام. فلو كل المتخلفين جابوا عيال فتبقى كارثه يعني. خلاص طيب، فده يا جماعه ذكر عقيم. نتيجه بقى نتيجه غياب الخلايا المولده للحيوان المنوي، يعني يا جماعه الخلايا اللي بتصنع عنده حيوان منوي مش موجوده. خلاص، ظهور بعض الصفات الانثويه مثل نمو حجم الثديين، بما تفسر ظهور بعض الصفات الانثويه في كلام فلتر، لانه يمتلك الكروموسوم اكس زياده، اكس اكتر من الطبيعي، وهذا الكروموسوم هو المسؤول عن صفات الانثى، فيكون هذا الذكر لديه صفات انثويه. وضحت يا جماعه؟ زي الفل. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي يا عم محمد؟ العظمه لله، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه يا اولاد، حاجه اسمها تيرنر، بنت يا اولاد اسمها حاله تيرنر. منين جت حاله تيرنر بقى يا اولاد؟ عايزين نعكس اللي حصل يا اولاد في كلام فلتر. قلنا اسماء المشكله في كلام فلتر فين؟ ان يا دكتور البويضه، يلا يا شباب انتوا نمتوا ولا يا شباب؟ يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا اولاد. جماعه البويضه في كلام فلتر اقول لك كانت 22 زائد اكس اكس، اتحدت يا دكتور مع 22 زائد واي، عملت يا اولاد 44 زائد اكس اكس واي. ده يا دكتور اسمه ذكر كلام فلتر صح كده؟ فيا دكتور البويضه كان عندها زوج من الكروموسومات الجنسيه، ما ادتش اختها حاجه، استفردت بالزوج بحاله. طيب نعكس يا اولاد، ماذا لو يرحمكم الله، ماذا لو جت البويضه يا اسماء 22 زائد 0، يعني ما عندهاش ولا كروموسوم جنسي، ما عندهاش اي اكس تمام، مع حيوان منوي 22 زائد اكس. يلا كده جوزيهم مع بعض، ده مشيج وده مشيج، يلا 44 زائد اكس 0 او 44 زائد اكس بس. خلاص ذكر ولا مش ذكر؟ مش ذكر. ليه مش ذكر يا شباب؟ لان يا دكتور ما عندوش واي. حلو قوي، يبقى يا دكتور ده اسمها يا اولاد انثى ترنر. انثى ايه؟ ترنر. عندها كم كروموسوم يا شباب؟ 45 كروموسوم، اقل يا جماعه من الطبيعي بواحد. حلو قوي الكلام ده، ده يا جماعه ترنر بكل بساطه، مفيش اي مشكله خالص. نبص كده يا جماعه على الترز الكروموسومي بتاع انثى ترنر، كله طبيعي، بس بصوا كده على زوج الكروموسومات رقم 23 يا شباب، بصوا كده دكتور مين الطويل ده؟ اكس صح كده؟ في واي؟ مفيش واي، في اكس كمان؟ مفيش اكس كمان، فيا دكتور دي عندها الكروموسوم رقم 23 يا جماعه، او الزوج فيه كروموسوم جنسي واحد بس، يبقى يا دكتور ده هي تفتقد، يعني يا دكتور ما عندهاش اكس. يبقى يا جماعه حصل العكس تماما، كلام فلتر يقول لك كان عنده اكس زياده، ترنر عندها ما عندهاش، عندها اكس واحد بس، اكس ناقص. ها؟ حلو قوي الكلام ده، ماشي. الحاله يا جماعه ده يا اولاد اسمها الحاله، اعرفوا شكلها كويس عشان بتيجي في الامتحانات كده، تلاقي كده عندها لغد كبير وقفها عريض قوي وعندها دهون في جسمها كتير، دي ترنر. المكتشفها الدكتور ترنر عام 1938. سبب حدوثها يا شباب تحدث نتيجه اخصاب بويضه شاذه 22 زائد 0 بحيوان منوي 22 زائد اكس. ايه ده يا دكتور؟ طب ما ينفعش نخصبها بحيوان منوي 22 زائد واي؟ تعال نشوف كده. دي يا جماعه بويضه 22 زائد 0 مع حيوان منوي اسماء 22 زائد واي يا حبيبه. يلا كده نجمع يا حبيبه. فين الاكس؟ جبتها منين دي؟ طب يا ريت اكس، ما كانتش ماتت. زائد واي صح؟ في اكس؟ ما فيش اكس. طب واللي ما عندوش اكس يعيش؟ ده يا دكتور ذكر بس يا ولاد هيموت. يبقى يا جماعه كلام فلتر يا ولاد، بويضه خصبناها ب 22 زائد واي فعملت ذكر كلام فلتر. ترنر يا ولاد بويضه ما عندهاش اكسات، اتخصبت ب 22 زائد اكس، فهي عندها كروموسوم الحياه اهو، هي واحده بويضه فاضيه بس الحيوان المنوي بتاعها اكس، كروموسوم الحياه اهو، هتعيش، هتعيش شويه، هتموت بعد كده بس هي عايشه، هتتولد عادي تمام. اما الجنين الواي اللي ما عندوش اي اكسات في الدنيا مش هيتولد اصلا، هيموت. خلاص كده زي الفل، ماشي. التركيب الصبغي 44 زائد اكس 0 او 44 زائد اكس، ما تشغلش بالك يعني بالزيرو او مش مشكله. خلاص كام دول على بعض؟ 45 كروموسوم. الجنس بتاعهم ايه، انثى ولا ذكر؟
انثى ولا ذكر؟ انثى لغياب واي يا شباب. سبب الاختلال يا جماعه نقص عتب اكلين فلتر هناك يا جماعه، زياده الصبغه الجنسي واي، هنا يا اولاد نقص الصبغه الجنسي اكس، بما يحمله من جينات لصفات غير جنسيه ادى الى نمو انثى بها العديد من التشوهات. تمام، عندها مشاكل في القلب بقى وهكذا يعني. خلاص الاعراض يا جماعه، انثى لا تصل الى مرحله البلوغ لعدم وجود كميات كافيه من الهرمونات، او لو هي عايشه مثلا 20 سنه بتخليها طول 20 سنه عيله صغيره. تمام، ما بتعقلش ما بتبلغش. خلاص كده، وجود بعض العيوب الخلقيه في القلب والكلى، كسر القامه قصيره، قلبها فيه مشكله، كليتها فيه مشكله، وكمان مش بتعيش كتير. تمام، حلو قوي. يبقى يا جماعه كده خلصنا مين؟ كلام فلتر وترنر. ايه كلام فلتر ده؟ ده ذكر بس عنده كروموسوم صبغي جنسي اكس زياده. خلاص كده، اما ترنر عندها اكس ناقصه. التركيب الصبغي بتاع كلام فلتر 44 زائد اكس اكس واي. طب ترنر 44 زائد اكس 0. خلصنا اكس وبس. خلاص كده زي الفل، ما تنساش. طيب يلا بينا بقى على الاشهر وجودا في الدنيا، داون. متلازمه داون يا جماعه، ده بقى ما عندوش اي مشاكل في اكس واي ولا اكس اكس، سلام عنده يعني. الولد عنده اكس واي والبنت عندها اكس اكس، عادي جدا. مشكلته فين؟ بصوا يا جماعه، ده الترز الكروموسومي بتاع الذكر. عرفت ازاي؟ قال لك يا دكتور الله يبص على الترز رقم او على الكروموسوم رقم 23 هتلاقي عنده اكس واي. ده يا دكتور ذكر عادي. ها؟ لا مش عادي. واحد ده زوج عادي، 2 3 4 لحد 21. يا نهار ابيض يا جماعه، الزوج رقم 21 يا ولاد فيه 3 كروموسومات مش 2، بنسميها يا ولاد ترايوزومي. تراي يعني ايه؟ 3. ان دو تروا خدتوها في الفرنساوي صح؟ فترايوزومي يعني يا دكتور هذا الزوج فيه يا ولاد 3 كروموسومات، بتسمى يا جماعه تضاعف ثلاثي او تضاعف صبغي في الكروموسوم رقم 21. خلاص كده، حلو قوي. طيب دي الانثى يا شباب اهي، بيكونوا امراض بجد والله، وكذلك العيال برضو بتكون يعني بيكونوا كيوت قوي. طيب ال 23 في ايه؟ اكس اكس، انثى ولا ذكر؟ انثى يا دكتور. طب بص كده على 21، قال لك يا دكتور زيه بالظبط، عندها يا جماعه 3 في الكروموسوم رقم 21. طيب ده ليه؟ قال لك مثلا الاباء معجزين، يعني الوالد والوالده عجوزين يعني، هو خلف مثلا عنده 50 60 سنه والام برضو عندها مثلا 50 سنه، ممكن يجيبوا داون عادي، مش على طول بس ممكن. تمام، حلو. وكذلك بقى عمر كتير جدا يا شباب، بيموت بسرعه عشان عنده برضو مشاكل، يعني عندهم برضو مشاكل في القلب وهكذا، مش بيكونوا سلام من جوه يعني. خلاص، طيب مكتشف الحاله الطبيب البريطاني داون. يبقى يا جماعه كل حاله متسميه على اسم الدكتور اللي شافها. كلام فلتر الدكتور كلام فلتر، ترنر الدكتور ترنر، داون الدكتور داون. خلاص، سبب حدوثها تحدث نتيجة إخصاب مشيج طبيعي بمشيج شاذ. بصوا بقى، الطبيعي ده قد يكون حيوان منوي وقد يكون بويضة، والشاذ ده لو ده سليم يبقى اللي بايظ مين؟ البويضة، ولو ده سليم يبقى اللي بايظ مين؟ حيوان منوي. تاني تاني، ما هو ده حيوان منوي هيتجوز مين؟ بويضة، فلو ده شاذ يبقى ده أكيد طبيعي صح كده ولا ايه؟ طب بويضه تتجوز مين؟ حيوان منوي. لو دي شاذه يبقى دي ايه؟ طبيعي يعني يا دكتور واحد فيهم بس ايه شاذ. خلاص ماشي؟ يحمل زوجا كاملا من الكروموسومات الجسديه في الزوج رقم 21. اللي بيحصل ايه يا شباب؟ يا جماعه احنا قلنا ان المشيج، ركزوا معايا كويس، المشيج يا اولاد المناسب بتبقى كام نون يا اسماء؟ 2 نون. طب والمشيج بيجي بانقسام ايه؟ مايوزي، يعني يا دكتور نون ولا 2 نون؟ لا يا دكتور نون بس. ركزوا بقى يا اولاد، ده ترس كروموسومي بتاع خليه جسديه صح ولا لا؟ لان يا دكتور الكروموسومات في ازواج، فيا دكتور عندي دول 2 نون، ما هو يا جماعه ده نون وده نون صح ولا لا؟ فيا جماعه لما يكون الترز الكروموسومي ازواج من الكروموسومات ده يا جماعه بنسميه 2 نون. اما المشيج يا اسماء، لو دي مثلا خليه، لو ما بقول لك مثلا ده مش حقيقي عشان هنا اصلا بتاع خليه جسديه، بس ده لو دي خليه مثلا في المناسل، قال لك يا دكتور هتجيب الامشاج ازاي؟ بتقسم دول 2، فيجي المشيج الترز بتاعه يا شباب فيه ما فيهوش ازواج، فيه نون بس احاديه، مش ثنائيه كده، واخدين بالكم؟ طيب بقول لك بقى ان المشيك ده جاي عادي جدا جدا، بس الكروموسوم رقم 21 بدل ما كان يجي يا اولاد فيه، بدل ما كان يجي يا جماعه فيه، المفروض جاي فيه ايه؟ واحد ولا 2؟ لا المشيج الحيوان المنوي، كل حيوان منوي المفروض يجي فيه واحد بس عشان يتحد مع الواحد اللي جاي من الام برضه البويضه ويجيبوا البيبي اللي هو 2 نون. ما هو ده نون ونون يبقى 2 نون، فكل زوج بيجتمع من الاب والام. خلاص كده، ماذا لو البويضه جايه بالزوج؟ ماذا لو البويضه يا جماعه جايب الزوج في رقم 21؟ يبقى الحيوان المنوي هيجيب واحد لانه سليم، ده يا جماعه الزوج ده هو بتاع البويضه الشاذه وده بتاع الحيوان المنوي السليم، بقى دكتور عندي الترايزومي. طيب العكس، ماذا لو الحيوان المنوي
جاي يا ولاد بالزوج والبويضه جايه بواحد سليم عادي، فيا دكتور ده شاذ ودي سليمه يا ولاد، ايه اللي يحصل؟ ترايزومي داون يا جماعه. خلاص حلو الكلام ده زي الفل ماشي. التركيب الصبغي 45 زائد اكس واي، ينفع اقول هنا 44 زائد اكس اكس واي؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لان يا دكتور الصبغ الجنسي عنده سليم، الزوج الجنسي عند داون يا ولاد سليم، اكس واي في الذكر واكس اكس في الانثى. المشكله فين؟ في الزوج رقم، في الزوج رقم 21. خلاص كده بيكون في كام؟ 3. فيا دكتور بقول عليهم 45 زائد اكس واي، وهنا جماعه في الانثى برضو 45 زائد اكس اكس، فيا دكتور الزوج الجنسي يا ولاد سليم، اما جماعه الزياده في كروموسوم يا ولاد جسدي. طيب عدد الكروموسومات كام؟ 47. يبقى يا جماعه خدنا النهارده 3 حالات شاذه، مين فيهم؟ 2 فيهم بيتشابهوا في عدد الكروموسومات، مين ومين؟ دول. ما احنا قلنا كلام فلتر وترنر وداون، مين بيتشابهوا مع بعض؟ كلام فلتر وداون، صح كده؟ كلام فلتر كان 47، 44 زائد اكس اكس واي يبقى 47. طب وترنر؟ لا ده كانت ناقصه 45 بس، خلاص كده؟ اما داون 45 زائد اكس واي او 45 زائد اكس اكس، فيا دكتور برضه 47 زي كلام فلتر. يبقى يا دكتور والله داون 47 وكلام فلتر 47. طب الجنس ذكر وانثى عادي، لان يا دكتور ما عنديش مشكله مع الكروموسوم الجنسي، ما عنديش مشكله مع الزوج الجنسي خالص يا شباب. سبب الاختلال وجود ثلاث نسخ من الكروموسوم رقم 21، بدل يا دكتور ما يكون بس كده 2، لا يا دكتور بقوا 3. تمام حلو قوي. الاعراض: تاخر النمو، ما بيكبرش بسرعه، ما بيبلغش بسرعه، مين برضو اللي ما كانتش بتبلغ بسرعه او ما بتوصلش اصلا للبلوغ؟ ترنر. خلاص تاخر الفهم على قده شويه، وجه بيضاوي اللي انتوا عارفينه بقى، عينين مسحوبه، شعر مسبسب متختخ، صح كده؟ حلو قوي. كسر القامه قصير، مؤخره الراس مسطحه، كلنا يا جماعه عندنا كده كده وكده كده وكده، لا هو عنده كده مقصوده كده. تمام مؤخره الراس مسطحه، كسر اصابع القدمين واليدين، بنشوفها تلاقي اصابعه كلها صغيره قصيره، تلاقي رجله على الارض اصابعه قصيره جدا، حتى بيمشي كده يدبدب على الارض. تمام صغر الاذن قد كده، صغننه جدا، تحدب وضيق العيون عامل كده. خلاص زي الفل. طيب يوجد حاله كروموسوميه شاذه تسمى التضاعف الجنسي، تنتج من اخصاب بويضه شاذه 22 زائد اكس اكس بحيوان منه 22 زائد اكس يعني، فيكون التركيب يا ولاد 44 زائد اكس اكس اكس. احنا قلنا يا جماعه لو عندي 22 زائد اكس اكس اتخصب معايا اسماء 22 زائد واي يعمل ايه؟ يلا كده 44 زائد اكس اكس واي، ده مين ده؟ جميل. لو عندي 22 زائد 0 مع 22 زائد اكس يجيب مين؟ 44 زائد اكس بس، ده مين دي؟ ترنر. 45 اهم ناقصه واحده، ناقصه اكس. طيب لو عندي يا دكتور 22 زائد 0 مع 22 حيوان منوي زائد واي يجيب ايه يا شباب؟ 44 زائد واي 0، يعيش ولا يموت؟ يموت يا دكتور، لانه ما عندوش اكس، لان يا دكتور اكس ده هرمون الحياه يا شباب. حلو قوي، كروموسوم الحياه. خلاص؟ طيب اللهم صل على محمد. ماذا لو عندك بقى 22 زائد اكس اكس مع حيوان منوي برضه 22 زائد اكس يجيب ايه يا شباب؟ 44 زائد اكس اكس اكس. قال لك يا دكتور ده اهي حاله كروموسوميه شاذه مش داون. داون يا شباب المشكله مش في الاكسات، المشكله يا دكتور في الخلايا الجسديه. داون يا جماعه الذكر عنده اكس واي والانثى عندها اكس اكس عادي جدا، بس يا اسماء يا حبيبه داون المشكله عندهم في الكروموسوم رقم 21، الزوج فيه 3 مش 2، فزود الواحد على ال 44 يبقى 45. وصلت؟ حلو الكلام ده زي الفل ماشي يا عم الحاج. بقول لك ايه؟ عند تزوج رجل طبيعي بامراه طبيعيه، ما احتمالات انجاب افراد غير طبيعيين؟ بص عمل لك ايه؟ بقول لك الزوجه 44 زائد اكس اكس ماشي يا عم الحاج، والزوجه اولاد 44 زائد اكس واي ماشي يا عم الحاج. عمل ايه بقى يا شباب؟ ادى الاكسين يا اولاد ليه؟ بويضه، والثانيه ما خدتش. سهله؟ هو بيفترض ده هيحصل. بقول لك الاحتمالات، بيفترض ده هيحصل. تمام؟ طيب ده ممكن يحصل، ممكن يحصل عادي، امال الحالات دي بتيجي منين؟ طب الزوج 22 زائد واي و22 زائد اكس ما عندوش مشكله، يلا كده نجوزهم يا شباب. قال لك يا دكتور دول 2 مع 2 يجيب كام عيل؟ 4 عيال. قال لك يا دكتور دي مع دي يعمل ايه يا شباب؟ 44 زائد واي 0، ده يعيش يموت لغايه الصبغه الجنسي اكس، لان يا دكتور اكس ده كروموسوم الحياه. طيب دي يا دكتور مع الثانيه يبقى دكتور 44 زائد اكس 0، دي مين دي يا شباب؟
45 كروموسوم يعني دكتور ترنر انثى شاذة. طيب يلا يا دكتور الثانيه 22 زائد اكس اكس مع 22 زائد واي، مين ده يا جماعه؟ 44 زائد اكس اكس واي، كلام فلتر. طب دول يا شباب 22 زائد اكس اكس مع 22 زائد اكس، قال لك يا دكتور 44 زائد اكس 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 حاله تضاعف جنسي، ولا بيسموها ايه؟ تضاعف جنسي حاله شاذة. ماشي سهله سهله. طيب حلو يا شباب، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه كده ملخص ما فيهوش اي مشكله خالص، هو مجمع لك بس اللي فات بس في جدول. تعالى كده يا جماعه نحل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر سؤال معانا النهارده يا شباب، الدرس سهل جدا جدا جدا، بس بقى ده سؤال بقى جدا مهم هنركز فيه كويس جدا. ماشي، هنحلهم بالتبادل مع بعض، انت واحده وهي واحده، اتفقنا؟ بس برضو لو واحده بتحل الثانيه تركز. بقول لك الاشكال التاليه تمثل بعض الامشاج، يلا يا شباب يلا حلوين، ها يا عيال مصحصحين، تمثل بعض الامشاج في الانسان موضحا بداخلها الصبغات الجنسيه، علما بان جميع الامشاج بها العدد الطبيعي للصبغيات الجسديه. يعني يا دكتور كلهم فيهم ال 22 الطبيعيين يا اسماء، تمام؟ حلو قوي، ادرس ثم اختر الاجابه الصحيحه. طيب انا بصراحه بحب افصص الرسمه قبل ما ابدا السؤال، يعني جالك رسمه فصصها يا دكتور. هو ايه ده يا شباب؟ ده يا جماعه مشيج، وده يا دكتور مشيج، وده يا دكتور مشيج، وده يا دكتور مشيج، وده يا دكتور مشيج، خلاص؟ وقال لك كلهم ال 22 بتوعهم سلام، يعني كلهم 22 زائد حاجه، وال 22 سليم ما فيهاش مشكله، خلاص؟ هنا بقى يا جماعه ايه اللي حصل هنا يا اسماء؟ 22 زائد اكس اكس. صح يا دكتور، ده هنا 22 زائد اكس اكس. يلا يا حبيبه ايه دي؟ 22 زائد اكس اكس بس. اسماء ايه دي؟ 22 زائد 0 صح ولا لا؟ حبيبه ايه دي؟ دي 22 زائد اكس زائد واي. اسماء ايه دي؟ بس عظيم جدا، خلاص فصصت الرسمه، حل اي سؤال بقى ان شاء الله. يلا اسمع اقرا كده اول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ناتج اندماج نواه المشيج لام؟ فين لام؟ لام اهو، ده يا جماعه لهم ايه؟ اكتبها عندك كده 22 زائد واي مع مين يا عم الحاج؟ مع نواه المشيج سين. فين سين؟ اهي سين اهي. مع مين يا اسماء؟ 22 زائد اكس اكس. يلا يا شباب ها تبقى ايه يا شباب؟ زائد اكس اكس واي. مين ده يا اسماء؟ بس يا دكتور خلاص ده ذكر كلام فلتر. في حاجه اسمها انثى كلام فلتر؟ مفيش حاجه اسمها انثى، لانه عنده واي، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ يلا حبيبه، ما ناتج اندماج نواه المشيج ميم؟ فين ميم؟ ده ميم ده اهو، اللي هو 22 زائد اكس، خلاص؟ مع مين يا عم الحاج؟ مع عين. مع عين اللي هو كام؟ زائد زيرو. يلا حبيبه، تبقى 44 زائد اكس، زائد اكس زيرو. مين دي؟ دي انثى ترنر، صح ترنر، صح. يلا اسماء، ما ناتج اندماج نواه المشيج ميم؟ ما هو ميم؟ ميم ده مين؟ 22 زائد اكس. مع مين يا اسماء؟ انا مش شايف قوي. مع صاد. يبقى 22 زائد اكس برضو. تعمل ايه بقى؟ 44. مين دي؟ عادي جدا انثى طبيعيه، كلنا كده انثى طبيعيه، او كلكم مش انا مش انا انثى طبيعيه، انثى طبيعيه اهي، انثى طبيعيه. يس. ما ناتج يلا حبيبي اندماج نواه المشيج لام؟ في اللام 22 زائد واي مع مين؟ مع صاد اللي هي 22 زائد اكس. مين ده؟ يبقى 44 زائد اكس واي. مين ده يا جماعه؟ ذكر طبيعي. بس كده، درس صعب ولا سهل؟ سهل جدا يا شباب، خدنا النهارده الحمد لله كلام فلتر وترنر وداون، وحلينا الاسئله الصفراء يا صفراء. وجماعه كلكم اقراوا كده وانتم بتذاكروا، الجدول ده هيكون مهم جدا جدا جدا، هجمع لكم الدرس يا شباب، سهل جدا والله. ونشوفكم ان شاء الله يا احباب في الدرس القادم مع الحصه الاخيره في الوراثه اخيرا يا شباب. شر المحاضره مع كل الناس اللي تعرفوهم، ونشكر حبيبه عشان هي عايزه تتشكر، بتشحت الاهتمام عادي جدا. وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.